الدين علي الأكبر والإمام الحسين عليه السلام. علي الأكبر يخاطب الإمام الحسين يقول له بويا ردشك من عباس أخيك وانت لتحاكي ما خلى لفارس زين جيش بكبر تنبكي سوى الزلم بيرغ قوم وهزاهم البيرغتي وبالراية يطخ سابع غيمة غير أنا ابن أخوك ليش ما خلى لفارس زين قلت له وصيحت عليه على أنا ابن أخوك حسين عليك اليمنى خليها وعلي اليسرى شوف الوين تطاير روس الرماية عليك اليسرى خليها وعلي اليمنى شوف الوين تطاير روس الرماية جاوبني أبوي وقال عمك هذا حط حدود جاوبني أبوي وقال عمك هذا حط حدود لو مات بمكان الصير تا غير انت راع الزود خلي يحكي لسان السيف بالك لو بقى معقود عروسي سولف خليته انا ادرب مكانان حلات الفزع كون تصير وحلات السيف من يحكي وقبال الرقاب تطير انا ادرب مكانان حلات الفزع كون تصير وحلات السيف من يحكي وقبال الرقاب تطير من عم الشرد يمي يجب مشراد عيبي حير من عم الشارد قصيته